السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الموضوع نتكلم على ذاك الإعلام الجزائري والهيلالة اللي نايضة، وعلاش ما يزيدش محرز، علاش الكاف استبعدت رياض محرز من الجائزات، من القائمة النهائية ديال جائزة أحسن لاعب إفريقي، وأن هناك كولاسة القجع عنده يد فيها. كيفاش القجع عنده يد؟ أنتم أي حاجة وقعت شبطوها في المغرب أو القجع، لان اول بعد انتم رياض محرز هو قبل ما تكون كاع هادشي مني اختاروه من ضمن اللائحه الاوليه من ضمن احسن لاعب، وورد كيهضر بانه عطى راسو احقيه بانه هو احسن لاعب. ما خصوش الداخل داكشي، لان الكاف وعندها ليجان ديالها وعندها المسائل ديالها، هي اللي غتكلف بهاد المسائل. هو بعد اول حاجه نوض البلباله، ها ياسين بونو ما يصحقهاش، هذا سكتنا على هادشي، سكتنا على هادشي. ولا تيقول لك انا دابا شنو، دابا الاتحاد الجزائري قال لك غيقاطع هاد الحفل ديال تقديم جوائز احسن لاعب افريقي. قاطع ولا لاش قاطعش، المهم قال لك انه وصلت تصريبات بان القجع عنده يد في هذه القضيه، بانه هو اللي كان من الاسباب وعنده يد فيها، بان باش يستبعدوا رياض محرز، وكذلك داروا حق السبه باش يستبعدوا حتى ياسين بونو، باش وداروا اوسيمين وداروا محمد صلاح وداروا اشرف حكيمي حقا باش ما يخليوش داك المسائل. ولكن الكاف اللي كتعزل، الكاف اللي كتختار، شفت الباركور ديال كل واحد، وشفت حنا اللي يحضروا او ما يحضروش. لا بالسلامه، بالسلامه اللي يحضروش لهذا الحفل كاع، حنا ما عندنا غرض بهم، الحفل غيتقام بهم او بلا بهم. الساعه فاش كانوا هما اللي مسيطرين على الكاف، وكانوا هما اللي اعضاء في الكاف، كان شي واحد يهضر معاهم؟ كانوا كيديروا ما بغاو، كثر على الناس راهم عارفين راسهم، كانوا كيديروا ما بغاو في الكاف، وكيربحوا اللي بغاو ويخسروا اللي بغاو. دابا ملي جا القجع دخل في الكاف، ولا كيدافع على الفرق ديالو ويدافع على الرياضه ديالو، نايضين دابا اللي اي حاجه وقعت شبطوها في القجع، قال له صبغوه بالكحل وسميه ديالي. هادشي ما كيمكنش، ان خصها تكون موضوعيه وتشوف المسائل بعين ثاقبه، يعرفوا واش يقولوا، يعرفوا يحضروا ولا لا يحضروش. حنا المهم الحفل اللي غيتقام، وحنا ما ضد حتى واحد اللي بغا وسربوا بين التصريبات بان قال لك هو داك فيكتور اوسيمين هو اللي غيدي. احنا غنشوف واش هادشي اللي كتبقاو تقولوا نتوما بان هادشي راه مخطط ومنظم ومصوب، حنا غنشوف هادشي اللي كتقولوا نتوما، لان هادشي ماشي بزاف. هاد الاعلام ديالكم اللي خارج هذا وينعت في هذا وهذا المغرب وهذه بزاف على هاد الهيلاله اللي نايضين نتوما كديروا. غتقام الحفل ان شاء الله وغيخسر، وباين شكون غيخسر اللي احسن لاعب. واش واحد دوز الباركور يدوزو ياسين بونو؟ نهضروا بالواقعيه، شكون هذا اللي احسن دوز احسن ياسين بونو؟ مع فرقته وصل البطوله ديال اسبانيا، مع الاتحاد الاوروبي كان خدا الكاس، انتم شفتوا وصلوا للنصف نهائي كاس العالم في قطر، كذلك نهضروا على سميتو على السي وليد الركراكي احسن مدرب حتى الساعه، شكون غيكون احسن منه حتى بالنسبه لافريقيا؟ اذا الامور واضحه وباينه. سي رياض محرز ناض دار الهيلاله على راسو، وناض كيهضر هو الاول وانا الاحق بها وانا الاحق بها، وكاين لاعب احسن منه، شنو دار هو؟ ها الثلاثيه، ها لعبت هذا، كان كيجلس في دكه الاحتياط. اذن خلي الامور تمشي عاديه، والاعلام حتى هو عاود يكون منصف ويجي في الحق، مع الحق يجي في الوسط ويحكم. لا شنو ما كتشبطوا هادشي كله، فوزي القجع عنده يد، فوزي القجع عنده يد مع الكاف. حتى انتم كنتوا في الكاف، حتى انتم كنتوا في هذا، شنو ما عمرنا كنا كنهضروا حنا بحال هذا الشكل. حنا ان شاء الله في هذه العشيه وغنشوفوا هذا الحفل ان شاء الله، وغيمر مخير. حنا مازال ما عرفناش حتى الساعه، درنا تخمينات، ولكن المهم لانه الكاف عندها اللجان ديالها وعندها الناس اللي كيصوتوا، هي اللي غتشوف احسن لاعب واحسن حارس واحسن مدرب، والامور راه واضحه باينه. دابا مشكل دابا الا مشى تنجحنا حنا المغرب، ودا المغرب وليد الكراكي احسن مدرب، وما يعلم الله شنو غايقولوا، ياسين بونو احسن حارس، يعلم الله شنو غايقولوا. هاد الناس اخويا اتقوا الله في راسكم وفي ناسكم، وخدموا على راسكم وشوفوا انتم شنو كديروا في الكره. سيد فوزي القجع ملي جا الجامعه خدم على راسو، وخدم بنيه صادقه، وربي كيجازيه وكيجازي المنتخب ويجازينا الرياضه ديالنا. تنتوما عليكم عاود هكا تخدموا على راسكم وتشوفوا المسائل اللي كضركم، ماشي تشوفوا غير ملي ما كتوصلوش لحاجه كتشبطوها في الاخر.
الله يعطيكم السر، انتما تابعوا نفسكم، اما تحضروا ولا ما تحضروش داكشي كيبقى لكم انتما. تمتنع الاتحاد الجزائري لكرة القدم يمتنع عن حضور الحفل تقديم الجوائز. الرحمه ما جاوش بالسلامه، ماشيه بك او بلا بك، ما تخسر غير الرياضه ديالك وتخسر المسائل ديالك. انا خصكم تقبضوا العصا من الوسط وتشوفوا شنو كديروا، وصلحوا المسائل ديالكم، وصلحوا المسائل، وما تبقاش تشوفوا الغير، ما تبقاش تشوفوا الغير. السيد خدام على راسه وماشي للامام الحمد لله، والله يسخرنا والله يكمل علينا بخير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.